فضيلة الشيخ، إن الله عز وجل أقسم في مواطن كثيرة، ايش؟ إن الله عز وجل أقسم بالضحى وفي سورة القيامة قال لا أقسم بيوم القيامة، فما هو وجه الفرق بين القسم؟ يعني لا أقسم بيوم القيامة. نعم، نفي القسم هنا و أما أقسام الله تعالى بالضحى فقد أقسم بالضحى وأقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بغيرها من المخلوقات. وأما قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فهذا ليس بنفي، هذا إثبات، ولا في قوله لا أقسم للتنبيه وليس في النفي. ولهذا نقول إن الله في هذه الآية أقسم بيوم القيامة ولا نقول إنه لم يقسم.